أجواء احتفالية وحماسية، ذلك ما صنعه الأنصار المتوافدون على ملعب ميلود هدفي بوهران بمناسبة أولى مباريات المجموعة الرابعة والخامسة برسم منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين. نديروا الأمبيونس، نديروا كل شيء، الشان يفوت غاية، الأوبجيكتيف تاعنا، الأوبجيكتيف إن شاء الله الكان 2025. مرحبا بكم، ويلكم تو أوران، بلاد مضيافة. رم لي فامي هنا، رانا مفوتينها غاية، وهذه عادة وهران، ومرحبا بكم كاع كيما درتوا. ملعب ميلود هدفي الذي استعاد الأجواء الرياضية شهد تنظيما محكما خلال استقباله للأنصار. أجواء جد رائعة، الحمد لله دخلنا مع لافامي، دخلنا مع كاين دخل ولاده كاين بناته، والله الحمد لله ما من جا الأمن سهلوا معنا، دخلنا آلات وهنا رانا اون فامي، رانا عائلة واحدة، رانا كما قال لك نزهو ونتمتعوا بالنسوج كروية. 10 مباريات ستحتضنها مدينة وهران ضمن 32 مواجهة من هذا الموعد الكروي القاري، مباريات سخرت لها السلطات المحلية كل الشروط لضمان إنجاحها.